أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الخاصة بمعاناة النازحين من المناطق المتضررة والمستمرة منذ سنوات في ظل تجاهل حكومي متعمد لمعاناتهم وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تسهل إعادتهم إلى مناطقهم، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة رجعوهم للتذكير بمعاناتهم وحقهم في العودة إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها. وسيكون معنا في هذه التغطية كل من ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، مرحبا بك دكتور جاسم. وأيضا عبر سكايب أرحب بضيفي من عمان الحقوقية الأستاذة إيناس زايد، مرحبا بك أستاذة إيناس. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم بكل المشاهدين. أهلا بك. وأرحب أيضا من عمان بالكاتب والمحلل السياسي والباحث السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بضيوفي الكرام. نبدأ هذه التغطية بمتابعة هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. تقطعت بهم السبل منذ سنوات وما زالت أعينهم ترنو للعودة إلى ديارهم دون أن تجد أمنياتهم صدى عند من يمسكون بزمام السلطة. ناشطون ومغردون أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت وسم رجعوهم، في إشارة لشريحة واسعة من العراقيين أجبروا على ترك مناطقهم التي استهدفتها العمليات العسكرية قبل 6 سنوات ومنعوا من العودة إليها لأسباب في أغلبها طائفية وسياسية. وأوضح المشاركون في الحملة أن مئات الآلاف من العائلات ما تزال مشردة سواء في المخيمات التي تفتقر للحدود الدنيا من المتطلبات الإنسانية أو بين أنقاض مبان لا تصلح مطلقا للعيش في ظل ظروف متدهورة تقاسيها تلك العوائل مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام المؤن وتفشي الأمراض لا سيما مع استفحال وباء كورونا، هذا دونا عن المشكلات المتعلقة بالصحة والتعليم والتحديات المجتمعية والاقتصادية. ووفقا للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب فإن أكثر من 1.5 مليون نازح ومهجر قسرا ما زالوا يعيشون في قلب المعاناة في مخيمات تحولت إلى ما يشبه المعتقلات، بينما ذهبت المبالغ الطائلة التي رصدت لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة أدراج الرياح بسبب الفساد والسرقات واستغلال الملف ضمن المساومات الحزبية. وتؤكد منظمات إنسانية أن الحكومات المتعاقبة وضعت قضية النازحين بين التجاهل والوعود التي لم تنفذ، بينما وجه ناشطون اتهامات مباشرة لإيران محملين إياها مسؤولية بقاء ملف النازحين، وتفرض ميليشيات مرتبطة بإيران سيطرتها على 13 منطقة عدا عن عشرات القرى التي هجر منها أهلها وتمنع حتى القوات الحكومية من دخولها، كما هو حاصل في جرف الصخر والعوجة والعويسات وذراع دجلة وسنجار وعزيز بلد ويثرب وغيرها. وسبق للعديد من المسؤولين والسياسيين أن أقروا أن حل ملف النازحين بيد طهران التي تعمل على استغلال مواقع مهمة في البلاد لتؤسس قواعد استراتيجية في إطار مشروعها التوسعي، وسط صمت حكومي عاجز وسكوت دولي متواطئ دون بوادر حقيقية لحل هذه الأزمة الإنسانية. إذن أبدأ معك دكتور جاسم الشمري في هذه التغطية، ما هي أسباب منع عودة النازحين إلى ديارهم؟ نعم طبعا شكرا لكم. أنا أعتقد بالبداية ينبغي تسليط الضوء على قضية النازحين. معلوم أن النازحين يعني هم الذين أجبروا على ترك العراق أو ترك منازلهم، واليوم هنالك يعني يمكن أن نقول هنالك نوعان من النزوح، نزوح داخلي و نزوح خارجي. النزوح الخارجي يعني هذا كأنه الدولة ارتاحت من هذه الطبقات، وفي الغالب العام يعني اعتبروا هما كبيرا أزيح عن الطبقة السياسية، ذلك لأن غالبية الذين خرجوا إما ذهبوا إلى حالة اللجوء أو بقوا في البلدان المجاورة للعراق، تركيا، سوريا، الأردن، هذه الدول ومصر.
اليوم هنالك تركيز على الحالة الداخلية. النزوح في العراق بدأ يعني يمكن أن نقول نهاية عام أو بداية عام 2005 حينما بدأت العصابات الإجرامية المدعومة من كل القوى الحاكمة حينها بترهيب الناس، ومع مرور الزمن يعني بدأت هذه القوات وبالذات الرسمية منها حينها بدأت بالطغيان وأجبرت عشرات أو مئات العوائل في البداية على النزوح داخل وخارج العراق. بعد تفجير المرقدين في 22/2/2006 هنا كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. هنالك بدأت حالة اللا خجل، اللا خوف من القانون، اللا يعني الخجل حتى من الجيران ومن يعني أبناء المحلة، وبالتالي بدأنا بمرحلة يعني بداية الانهيار المجتمعي للعراق لولا لطف الله سبحانه وتعالى. هذه مرحلة بدأ فيها القتل على الهوية، بدأ فيها التهجير، بدأ فيها النزوح الداخلي والخارجي الكبير الذي بلغ في مراحل معينة 5 ملايين مواطن داخل خارج العراق و3 أو 4 ملايين مواطن داخل العراق. اليوم لا توجد إحصائيات دقيقة بعد التحسن النسبي على ما قيل أنه من مدن حررت بل هي دمرت في الأنبار والموصل. هنالك بعض المواطنين أجبروا على العودة لمنازلهم من أجل الحفاظ على كرامتهم، وقبلوا بعد أن نفذت ما يملكون من أموال لاستئجار بيوت في كردستان وغيرها، أجبروا على العودة والعيش في ظل أنقاض يعني في على هياكل منازلهم القديمة، وبقى من بقى في المخيمات. كم عدد الذين اليوم يعني متواجدين في المخيمات لا أحد يعرف. الحكومة هناك 1.5 مليون نازح في مخيمات هي أشبه بالمعتقلات بحسب وصف المنظمة. نعم أقصد لا توجد إحصائيات دقيقة، هناك من يقول مليون، هناك من يقول 300 ألف، لا توجد إحصائيات دقيقة. ذلك لأن وزارة الهجرة والمهجرين لا تقوم بواجبها الإنساني والوطني والشرعي والأخلاقي الذي يفترض أن تقوم به. إذن أنا أعتقد أن الدولة اليوم يعني لا تقوم بالواجب المطلوب منها مقابل تهيئة الظروف الموضوعية لعودة هؤلاء إلى مناطقهم، ذلك لأنهم ربما يجدون بعض الخدمات بين هلالين في المخيمات ولا يجدونها في المدن المدمرة. في طبعا في محور الأسباب، يعني هناك من يرى أن أسبابا طائفية أيضا وأسبابا سياسية تقف وراء عدم إرجاع هؤلاء النازحين إلى ديارهم، والدليل أنه بمحاولاتهم الرجوع هناك ميليشيات تقوم بالبحث عنهم أو البحث عن هذه المخيمات واجتياحها واقتحامها واعتقال من فيها من الشباب. يعني أنا حينما تذكرت أن القضية بعد تفجير المرقدين في سامراء عام 2006 هي التي قصمت ظهري، أعتقد أنه كلامي واضح. نعم. يعني حينما قلت أنه وصلنا إلى مرحلة لا خجل في بعض الأحيان من الجيران ومن أبناء المحلة، أنا أقصد هذه الحالة دون أن أسميها، ذلك لأنني أرغب في الدفع باتجاه يعني إعادة اللحمة المجتمعية، ولا ندعو إلى تشجيع الخطاب الذي يريد السادسة أن يعني يبثوه في المجتمع العراقي وهو خطاب الطائفية، ذلك لأننا رأينا على وقع حملة رجعوهم يعني رأينا أن الكثير من الشيعة تفاعلوا مع هذا الأمر، وبالتالي هي ليست قضية مهجرين من السنة ولا يوجد دعم شعبي وليس سياسي شيعي. إذن نحن نتحدث عن تلاحم شعبي عراقي عدا الميليشيات من كلا الأطراف، وتنافر وتناحر سياسي من كل القوى الحاكمة في العراق. سنتحدث أيضا عن موضوع الأسباب السياسية التي البعض يرى أنها من ضمن مخططات المشروع الديمغرافي في العراق، وهو أمر مهم طبعا. اسمح لي أن أرحب بالأستاذة إيناس زايد الحقوقية الأردنية، تنضم معنا من عمان. أستاذة إيناس مرحبا بك. مرحبا بك دكتور، أهلا بك أستاذة إيناس. ناشطون أطلقوا ومغردون أيضا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت وسم رجعوهم
عن النازحين الذين أجبروا على ترك مناطقهم طبعا منذ 6 سنوات بعد انتهاء العمليات العسكرية أو بحجة العمليات العسكرية، وإلى الآن لم يعودوا ولم يسمح لهم بالعودة. كيف ترين إلى أو تنظرين إلى أوضاع النازحين الذين لم يسمح لهم بالعودة؟ نعم، يعني في البداية من وجهة نظر قانونية بحتة، فإن حركة النزوح من المعروف بأنها حركة رضائية وطوعية لا يمكن أبدا أن تتم تحت إكراه أو إجبار أي سلطة على النزوح أو تجبر السكان على النزوح، وبالإضافة إلى أن هذه العملية تتم لأن السكان يشعرون في مناطق تواجدهم بالخطر بالتهديد الذي لا يمكن معه استمرار عيشهم في تلك المنطقة، فيضطرون إلى الانتقال إلى منطقة أكثر أمنا. وهذا ما حدث في بعض البلدان العراقية عندما كان هناك عمليات عسكرية يعني بدوافع أيا كانت تلك الدوافع، ولكن هذا ما حصل بالنسبة إلى هؤلاء السكان. في ذات الوقت فإن القانون الدولي وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين قد كفلت عودة هؤلاء الأشخاص إلى موطنهم في حال زوال هذا الخطر أو في حال يعني رغبتهم بالعودة الطوعية أيضا إلى موطنهم وإلى منازلهم، ودون أن يتم يعني إجبارهم إلى العودة في 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 هذا السياق. وبالإضافة إلى ذلك، في حال أنهم لم يرغبوا لا يمكن أبدا أن يتم يعني حتى التدخل في هذا الأمر، لا داخليا ولا خارجيا. ما يحدث في العراق اليوم هي عملية معكوسة، يعني هناك نرى أن هناك إجبار لبعض الأشخاص الذين لا يرغبون بالعودة إلى مناطق النزوح بسبب عدم يعني وجود متطلبات الحياة الكريمة في تلك المناطق، هدم للبيوت وأيضا عدم وجود بنية تحتية وعدم وجود مياه وخدمات أساسية، هذا هو السبب الأساسي لعدم عودة هؤلاء هناك إلى أيضاً مناطق. سبب آخر سادة إيناس، هناك خوف، يعني العائلات المهجرة لا تريد مثلا أن ترجع إلى مناطقها لأن أبنائها تعرضوا فيما مضى إلى عمليات اقتحام لهذه المخيمات وعمليات اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري. صحيح، يعني هو عدم الشعور بالأمن، عدم الشعور بأن هذا الشخص قد يعني قد يجد الأمن في تلك المنطقة هو السبب الأساسي لعدم عودة هؤلاء، ولكن مع ذلك نجد بأن هناك إجبار وإكراه لهؤلاء الأشخاص للعودة إلى مناطق نزوحهم. بالمقابل هناك مناطق يعني كما نرى في جرف الصخر وسنجار ويثرب، تلك المناطق يكون هناك منع للأشخاص من العودة إلى مناطق النزوح على الرغم من أنهم يريدون العودة إلى منازلهم، يريدون أن يعني يستأنفوا أعمالهم. هناك منهم من لديه ممتلكات في تلك المناطق ولا يوجد لديه غير هذه الممتلكات، لذلك لابد من عودته إلى موطنه أو مكان الذي نزح منه. أستاذ إيناس ابقي معي لو سمحتي، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. تحية لك ولمشاهديكم الكرام وضيوفك الأعزاء. أستاذ عبد القادر، يعني أزمة النازحين إذا كانت أزمة حقوقية بامتياز وإنسانية بامتياز فبلا شك أن لها أسس سياسية وجذور سياسية. كيف تقرأ إلى أزمة النازحين وعدم إعادة هؤلاء النازحين العراقيين إلى مناطقهم؟ من المؤكد تماما أن حركة النزوح في العراق هي تهجير قسري لأولئك السكان على أساس عرقي وطائفي، وبالتالي هي من زاوية حقوقية هي جريمة إبادة دولية، هي أحد أركان جرائم الإبادة الجماعية. لذلك حقيقة هم دفعوا الناس بأطر سياسية، وعملية النزوح في العراق هي عملية سياسية ذات مشروع خبيث يراد من خلاله تمكين الجارة إيران من العراق من خلال عملية استيطان، وهي أخطر أنواع الاحتلال الذي يمر فيه العراق، وهو التغيير الديموغرافي الحقيقي. بالتالي هم يستنسخون التجربة التي حدثت لمسيحيو العراق، لا سيما في بغداد عندما استولت هذه الميليشيات ذاتها التي تقود عملية النزوح حاليا على 3000 منزل وعقار داخل بغداد للمسيحيين، وأجبروهم على تزوير أوراقهم وبيعها. لذلك ما يحدث الآن حقيقة هي جريمة كبيرة بتواطؤ دولي، لا سيما التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية الذي مكنت تلك الميليشيات من احتلال حقيقي لهذه المناطق. نحن ما يحدث الآن لدينا
هناك إشكالية في المعلومات أو التعريفات الحقيقية. ما يحدث للمناطق التي هجر أهلها تهجيرا قسريا بطريقة النزوح إلى المخيمات، وبالتالي جعل المخيمات سجنا كبيرا لا يحق لهم لا الدخول ولا الخروج، وهناك طوق أمني يحدث، وبالتالي هناك مضايقات كبيرة إذا ما تحدثنا عن التفاصيل الحقيقية لمشكلة ومعاناة النازحين المستمرة داخل حتى خيمهم. بالتالي فإننا أمام احتلال حقيقي لمنطقة جوف الصخر، لمنطقة عزيز بلد، لمنطقة يثرب، لمنطقة سنجار، لمنطقة سهل مينوى، لمناطق العويسات في الأنبار، لمناطق محددة. نحن نتكلم أمام حركتين من النزوح. الحركة الأولى هو أخذ مناطق بالكامل وتهديم كل معالمها. ما حدث في عزيز بلد جريمة كبرى عندما هدت جميع المساجد والبساتين، وبالتالي منازل الآن تفجر. ما يحدث في جرف الصخر هو كارثة أخرى. إذا ما يحدث هو عملية سياسية طائفية بامتياز، مغلفة حقيقة بمشروع كبير يهدف إلى زراعة سكان جدد في هذه المناطق من أجل تأمين طرق وتواجد الميليشيات الإيرانية التي تريد من خلالها تصدير ثورة إيرانية إلى المنطقة. وما يحدث حاليا باعتراف دولي واضح تماما، وطريق البحر البري أو طريق البر الحريري إلى البحر الأبيض المتوسط هو واضح تماما للميليشيات الإيرانية وحركة تجارتها. لكن عملية النزوح وما يجري داخل المخيمات هي حقيقة معاناة كبيرة. ينبغي أن تتعالى الأصوات وأن يقف الجميع في مساعدة هؤلاء المظلومين أمام سلطة غاشمة في العراق. هذه السلطة الغاشمة تعتمد سياسة طائفية بحتة تريد من خلالها حقيقة الإيذاء الأكبر، وإلا كثير من الملفات الداخلية داخل مخيمات النزوح كارثية، منها تعليم الأطفال، منها تركهم وحيدين دون أن تقدم لهم مساعدات. أما ما يخص الإحصائيات فأنا أتكلم أن في الفعل داخل المخيمات 1.5 مليون نسمة داخل المخيمات. جرت الإحصائية من خلال منظمات وزعت مساعدات داخل هذه المخيمات، لكن العدد الحقيقي هو يفوق 2 مليون إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هناك حركة نزوح ليست في المخيمات فقط، تشهدها ديالة ومنطقة العويسات، أي بما معنى أنهم ذهبوا إلى أقاربهم أو مناطق قريبة عليهم، فضلا عن الذين يسكنون داخل أربيل وفي إقليم كردستان أيضا نازحون بالقوة لأن لا يسمح لعودتهم إلى مناطقهم. طيب دكتور جاسم، يعني إياد علاوي في تصريح له قال إن التهميش والطائفية السياسية والاجتثاث هي ما أوصلت هذه المناطق المنكوبة إلى ما هي عليه الآن، وأثرت أيضا على عملية إرجاع النازحين إلى مناطقهم. يعني ما دور العملية السياسية وشركاء العملية السياسية في الحال الذي وصلت إليه هذه المدن المنكوبة؟ يعني نحن نتحدث عن 3 مكونات رئيسية في العراق: المكون الشيعي والمكون السني والكرد. الكرد أنا أعتقد هم خارج المعادلة، لأنهم في تقديري هم دولة داخل الدولة العراقية. نحن نتحدث عن الشيعة والسنة. هنالك من يمثلون السنة، وأنا كلامي اليوم فقط عن ممثلي السنة على اعتبار أن الغالبية العظمى من النازحين ومن المهجرين ومن المغيبين ومن المطاردين ومن المظلومين هم من السنة. هذا حقيقة لا يمكن نكرانها. يعني أنا لا أتكلم بنفس طائفي، وإنما أتكلم بموضوعية عن حقيقة كبرى موجودة في العراق، وهي أن هنالك استهداف لمكون عراقي هم سنة العراق. هذا المكون يعني جيء بقوة إرهابية قيل أنها تمثل هذا المكون. هذه القوة ارتكبت جرائم بحق بعض أبناء الشيعة، ونحن نستنكر هذا الأمر. يعني حتى في المدن نفسها. نعم. حتى في نفس المدن. نعم. نعم. وبالتالي نحن ضد من يقتل العراقيين، سواء كان المقتول من السنة، من الشيعة، من العرب، من العرب، من الكرد. هذه قضية محسومة. قضية من يمثلون السنة، يعني هم اليوم هنالك تقاسم ولائي داخل الذين هم يفترض يمثلون السنة. لحد الآن الشيعة لم يخرجوا من البيت الشيعي، حتى وإن اختلفوا هم ما زالوا تحت البيت الشيعي، بل هنالك من السنة من ذهب إلى البيت الشيعي، وبالتالي وجدنا من سمي هم سنة العملية السياسية. وهذه مشكلة كارثة كبرى حينما يأتي من يمثلك في العملية السياسية وهو لا يطالب بحقوق أهله. يعني مثلا
ما هو المطلوب من هؤلاء؟ يعني نحن لا نريد ولا نحلم بأمور يعني خارج الطاقة. يعني مثلا جنابك تحدث قبل قليل أن التهجير منذ 6 سنوات، لا التهجير بدأ منذ عام 2005. يعني نحن هجرنا من العراق منذ منتصف عام 2005 ولحد الآن لا نستطيع العودة، وبالتالي يفترض تحديد المدة بدقة. هذا مسألة. مسألة أخرى، الذين يمثلون السنة يعني يفترض أن يطالبوا بأمور واضحة. نحن نريد معرفة الذين غيبوا من السنة. يعني رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قبل أيام في الشهر الماضي طالب وزير الداخلية بمعرفة مصير المغيبين من المناطق التي قيل أنها حررت، وهذا المطلب في بالشكل عام جيد، لكن هنالك إشكالية كبرى في هذا المطلب، أن رئيس الحكومة هو مدير المخابرات العراقية، فكيف لا يعرف من الذي اختطف هؤلاء؟ هذه كأنه نوع من التخدير للجماهير المنكوبة. وعلى الرغم من ذلك نحن نعطي هذا الأمر مهلة، لأننا لا نملك في كل أحوال، لا نملك إلا الانتظار، وبالتالي ستثبت الأيام إن كانت دعوة الكاظمي جدية أم غير جدية. إذا نعود إلى من يمثلون السنة، عليهم إما أن يدخلوا عملية سياسية بقوة وأن يقولوا نحن نمثل ديالة، صلاح الدين، الأنبار، يعني الموصل، وإما نحن لا يمكننا يعني الوقوف بوجه هؤلاء. المشكلة اليوم هنالك مصالح حزبية وسياسية وشخصية وعائلية هي التي سيطرت على من يمثلون السنة، وبالتالي هم مستعدون لأن يبقى هذا التهميش، هذا الذبح، هذا القتل بأهلهم من أجل الحفاظ على مصالحهم. وبالتالي أنا أعتقد أن القضية لو عدنا مثلا على سبيل المثال إلى ديالة كان تمثيل السني فيها في البداية 28 نائب، طيب 28 أعضاء مجلس حكومة من ضمنهم 18 يمثلون السنة، بعد فترة بقي منهم 6 الآن يمثلون السنة. هل سنة ديالة اختفوا؟ القضية قضية يعني مؤامرة حكومية ذكية حزبية ميليشياوية لتهميش مكون معين من العراقيين. وبالتالي حينما بدأت المفاوضات العراقية الأمريكية قبل يومين، يفترض أن يكون المفاوض العراقي، وأنا لا أعول على ذلك لكن نتكلم بالموضوع، والمطلوب أنه يفترض أن يعاد التوازن للعملية السياسية، ذلك لأن قضية الأكثرية الشيعية لا يوجد دليل علمي وإحصائي يؤكد على أن هنالك أكثرية شيعية. محافظة سنية واحدة يمكن أن تعادل 5 محافظات شيعية في الجنوب، وبالتالي يفترض بالحكماء، وأنا يعني أعيد وأكرر لا أتكلم بقضية طائفية وإنما أتكلم بقضية وطنية من أجل إعادة ترتيب البيت العراقي ككل لكل العراقيين، وعدم السماع للقوى التي تحاول تقسيم العراقيين على أساس أغلبية وأقلية وسنة وشيعة ورفحاء وغير رفحاء. وبالتالي يجب أن يكون هنالك مسطرة، هنالك قانون، هنالك نظام، هنالك عدالة. حينما يغيب القانون والمسطرة والقانون والعدالة لا يمكن أن نبني دولة، سواء كان المواطنين من الشيعة أم من السنة. طيب أستاذ إيناس، يعني ما هي المسؤولية الدولية في قضية النازحين العراقيين؟ يعني مع أن هناك بحسب ما تحدث ضيفي الكريمان الأستاذ أيضا يعني أستاذ عبد القادر نايل تحدث عن أن هناك تواطؤا دوليا في موضوع تهجير العراقيين في الداخل في إطار يعني مخطط التغيير الديموغرافي. هنا نتساءل يعني منذ أن احتل العراق عام 2003 وهذا الصمت الدولي تجاه ما يجري في ملف بشأن ملف النازحين في العراق حتى قبل العمليات العسكرية وسيطرة داعش على الموصل مثل ما تفضل الدكتور جاسم الشمري، عمليات التهجير مستمرة منذ احتلال العراق، أين هي المسؤولية الدولية تجاه ما يجري؟
نعم، يعني أعتقد بأنه قبل الحديث عن المسؤولية الدولية، نحن نتحدث اليوم عن المسؤولية الداخلية والمسؤولية الملقاة على عاتق السلطات العراقية، لأنها سلطة موجودة على أرض الواقع. نحن لا نتحدث عن إقليم يعني يخلو من السلطة، أو أن هناك سلطة خارجية تتحكم به. هناك سلطات عراقية تتقلد المناصب وتتقلد سدة الحكم، وهي التي يعني يناط بها أن ترجع الأمور إلى نصابها، أو أن تقوم على الأقل ب يعني وضع جدول زمني. يعني وقد كنا في بداية الأزمة وبعد انتهاء العمليات العسكرية، يعني قد برر موضوع عدم رجوع هؤلاء الأهالي إلى منازلهم لأن العمليات العسكرية ربما لم تنتهي بشكل كامل. هناك كان زرع للألغام، هناك يعني حجج كانت يعني تقول بأن الأماكن أو البلدات غير جاهزة للسكن، ولكن مع مرور كل هذه السنوات لا يمكن أبدا أن يتم قبول مثل هذه الحجج، خاصة مع عدم وجود خط زمن أو يعني مدة زمنية محددة لحتى يرجع هؤلاء الأشخاص إلى ديارهم. يعني إن كانت سادة إيناس، يعني مع غياب هذه الشعور بالمسؤولية ربما، أو غياب المساءلة والمحاسبة على مستوى الداخل العراقي والسلطات في العراق والحكومات المتعاقبة، يعني من المسؤول عن عدم عودة النازحين؟ يعني هل من الممكن أن تكون هناك قوة دولية مؤثرة على الداخل العراقي؟ أيا كانت، إن كانت هناك دولة خارجية أو قوة سياسية خارجية تتلاعب في الوضع الإنساني يعني الوضع القائم الآن في العراق، فهذا لا يمكن اعتباره تبرير وأيضا إعفاء من المسؤولية تجاه السلطات العراقية. وأنا أصر على ذلك، لأن يعني اليوم عندما نريد أن نحاسب، نحن نحاسب المسؤولين الذين يمنعون هؤلاء المواطنين من العودة إلى بيوتهم. ولكن إن يعني استمرت هذه يعني الجرائم والانتهاكات دون أن يتم المحاسبة والمساءلة عليها، ودون أن يتم وضع يعني على الأقل أشخاص بعينهم موضع المسؤولية، في هذه اللحظة ننتقل إلى المسؤولية الدولية أو حتى اللجوء إلى الآليات الدولية من أجل إنصاف هؤلاء الأشخاص. وبالمناسبة المسؤولية مشتركة ومركبة أيضا في هذه الحالة، لأن عندما نتحدث عن إعادة الأشخاص هو ليس فقط إعادتهم، ولكن أيضا تعويضهم وجبر الضرر عنهم عما لحقهم من خسائر جراء العمليات العسكرية التي أيضا توصف بأنها كانت عشوائية وغير منظمة. وهذا الأمر رصدناه في أكثر من موقع من قيام التحالف الدولي باستهداف منشآت مدنية وأيضا أماكن تواجد سكني، قامت بتدمير كافة البنى التحتية وكافة الممتلكات الخاصة. وهذا الأمر يلقي مسؤولية أيضا على التحالف الدولي بحد ذاته، يعني كونه كان مشاركا في تلك العمليات العسكرية. لذلك فلا بد من فتح هذا الملف. يعني عندما نتحدث عن يعني عمليات عسكرية تحدث في بلدان الأوروبية أو حتى في أي مكان آخر في العالم، يتم هناك فورا فتح ملف التعويضات وإنصاف الضحايا وتحميل المسؤولية على الأشخاص أو الأطراف المشاركة في تلك العمليات. لماذا عندما نتحدث عن العراق لا يفتح هذا الملف ولا يلقى يعني أصابع المسؤولية على الأشخاص الذين قاموا في تلك الأضرار؟ لذلك نعم، لابد من التدرج بالمسؤولية، أولا المسؤولية الوطنية، ومن ثم اللجوء إلى الآليات، كل الآليات. يعني لا يوجد هناك أي قيد على اللجوء إلى كافة الآليات الدولية، بدءا من مخاطبة الأمم المتحدة وصولا إلى أيضا مخاطبة مجلس حقوق الإنسان بهذه الكارثة الإنسانية التي تحدث في العراق، وهي وجه بالمناسبة من أوجه الانتهاكات. ولكن نعم، لابد من استثمار كافة الوسائل في هذه المسألة. نعم، ابقي معي أستاذة إيناس زايد. بالعودة إليك أستاذ عبد القادر النايل، إذن هناك مسؤولية مركبة، لابد من التدرج من المسؤولية الحكومية إلى مسؤولية التحالف وأيضا مسؤولية الأمم المتحدة مثل ما تفضلت الأستاذة إيناس زايد. الكاظمي أستاذ عبد القادر أقر بأن الفساد وسوء الإدارة كانا سببا في سيطرة تنظيم داعش على الموصل، والآن وبعد أن يعني أعلنت الحكومة انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على داعش، كيف تنظر إلى هذا التصريح وهذا الإقرار؟ من المؤكد تماما قبل أن نبحث بإقرار الكاظمي نقول أن مسؤولة الأمم المتحدة في العراق
لاصخر في قد ارتكبت آبان كونها وزيرة الدفاع في بلدها مجزرة في كركوك وأخفتها عن السلطات في بلدها، وبالتالي كشفت وهي مدانة بهذه القضية. واضح يعني 170 مدني اعترفوا بقتلهم، فكيف لهؤلاء أن يبحثوا عملية التدرج أو أن يكونوا جزءا من عملية الحل؟ هم مشتركون بالجريمة، والجريمة حقيقة بتواطؤ كبير تماما، ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي يدفع فقط باتجاه عينا عوراء بضرب هذه المدن، لأن المشروع هو مشروع كبير في المنطقة تسمى صفقة القرن، وبالتالي يجري الآن عملية دفع هذه المنطقة التي يراد من خلالها تقسيم العراق، ويراد من خلالها تهجيرها، ويراد من خلالها أن تكون إيران حقيقة هي كبش الفداء مقابل قبول العرب في التطبيع مع الكيان الصهيوني بين قهلالين إسرائيل. لذلك تصريحات الكاظمي بهذا الإطار، وكما أشار ضيفك الكريم الدكتور جاسم بأنه كان مديرا للمخابرات فهو يعلم تفاصيل كيف جرى عملية سقوط الموصل وما جرى من أحداث كبيرة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو يقول الفساد والاستهداف والأعمال التي حدثت كانت مقدمة أساسية لوجود داعش أو دخوله أو سقوط الموصل بيديه. ما الذي فعله الكاظمي عندما زار الموصل من تخفيف هذه الإجراءات وهو يعلم أن هناك مكاتب اقتصادية أسوأ مما كانت عليه قبل 2014 الذي سهلت لدخول داعش إلى الموصل، وهناك استهدافات واعتقالات بالجملة، وهناك ما يقارب مليون أو أكثر من مليون ونصف من أبناء الموصل الأصلاء يعيشون في الخيم وفي إقليم كردستان لا يسمح لهم بالعودة، وهناك آلاف المعتقلين، بل الأدهى والأمر كان قبل 2014 في سجن بادوش هناك ما يقارب 200 إلى 500 امرأة معتقلة لدى السلطات الحكومية هناك، بالتالي كان هناك غضبا عشائريا أمام هذه الحالة. لماذا الكاظمي لم يزر سجن تلكيف في مدينة الموصل الذي يحتوي على أكثر من 3000 امرأة معتقلة جلهن من أبناء العشائر، وبالتالي يوجد أكثر من 200 إلى 300 امرأة أعمارهن بين 65 عاما وال 75 سنة؟ لماذا لا يذهب ويقرر باتجاه تخفيف الفساد والاستهداف الذي يحصل لأبناء نينوى حتى يخفف وحتى لا يعود مرة ثانية عملية صناعة داعش أو التوترات الموجودة؟ هو لم يفعل ذلك وذهب لفتح جسر، وبالتالي يريد أن يكون مهرجا إعلاميا، ليس سوى عندما يطلق هذه التصريحات الغير مبنية على عمل مدروس أو واقعي أو يمكن أن يتخذ من خلاله قرارات تنصف المظلومين وتنصف أبناء الشعب العراقي. لذلك حقيقة ما يحدث الآن هو جريمة كبيرة يراد من خلالها استكمال المشروع، وإلا فإن نفسه الكاظمي أيضا عندما استلم وكلف برئاسة الوزراء توعد بأنه سيقدم قتلة المتظاهرين السلميين إلى العدالة، وبالتالي ما يحدث الآن هو جرائم ترتكب في تظاهرات النجف وبغداد، وبالتالي يتم عملية الاغتيالات الممنهجة وإطلاق يد الميليشيات، وحتى الذين يصرحون ضد الساحات لا يحاسبهم. طيب. لذلك حقيقة ما يحدث الآن هو تهريج إعلامي وسط صمت واضح تماما مما يسمى أو يدعون أنفسهم أنهم يمثلون هذه المحافظات، وليس لهم إلا سوى أنهم لوازم تكميلية لا قيمة لهم ولا يمثلون هذه المحافظات. طيب ابق معي أستاذ عبد القادر، بالعودة إليك دكتور جاسم الشمري، في ظل أزمة النازحين ومنعهم من العودة لمدنهم هناك أيضا قضية أخرى، قضية تجري محاولات لتسييس الجيش، أثمة ربط بينهما؟ محاولات تسييس الجيش يعني هل هناك مثلا قضية تسييس الجيش في هذه الأثناء في ضمن هذه الفترة التاريخية تتوقع أن تستمر عمليات ترهيب النازحين ومنع عودتهم مرة أخرى إلى مدنهم؟ يعني من خلال أنه أن يستلم الجيش دور الميليشيات في هذا الأمر وأن الأمر سيبقى ممنهجا. يعني لحد الآن القيادات الموجودة في غالبية المدن السنية هي قيادات سنية، لكن قل لي هل هي هذه القيادات يعني نجحت في يعني هم كانوا ملكيين أكثر من الملك، نعم، وميليشياويين أكثر من الميليشيات في الغالب، وبالتالي القضية هي ليست قضية يعني تسييس الجيش، وإنما قضية نحن بحاجة. يعني في هذه النقطة، يعني نتحدث مثلا إذا تحدثنا عن موضوع تسييس القضاء،
لخدمة أحزاب وخدمة مصالح فئوية معينة. في هذا الإطار تسييس الجيش يأخذ نفس الدور، أي أن تمام. جميع ما يجري في العراق يسير على وفق المنهج. أستاذ سمير، نعم. يعني لو قارنا، يعني هو ما يعني الشعوب يفترض إما أن تكون شعوب حية أو شعوب ميتة. نعم. الشعوب الحية هي التي تبحث عن الكرامة والحرية، والشعوب الميتة هي تأكل وتشرب وتنام ولا يهمها الكرامة والحرية. هذه قضية يفترض أن تكون واضحة. الشعب الأمريكي يعني بسبب شخص واحد قتل على يد شرطي مستهتر أمريكي، ورأينا أن مواطنة شابة أمريكية صورت الحادث. هذا التصوير قاد إلى ثورة شعبية مع وجود حالات اعتداء على ممتلكات عامة والخاصة، وهذا أمر مستنكر، لكن نتحدث على عن مجمل التلاحم الأمريكي من أجل مواطن واحد. لا. يعني لو نسترجع التاريخ القريب، كم من القرى هدمت، كم من يعني مجموع جامع مصعب بن عمير دخلت الميليشيات على جامع كامل وقتلوا كل المصلين، وخرجت الميليشيات وانتهى الأمر وكان شيئا لم يكن. لا أتحدث عن فلوريدا واحد، وإنما أتحدث عن جامع بالكامل، مدن بالكامل دمرت، قرى بالكامل دمرت، سيارات بالكامل، السيطرات وهمية، تأتي الميليشيات تقتل الناس بالشوارع والأمور، المهم أنا سالم. هذه قضية يعني الأنانية في البحث عن الذات. هذه يعني ما نراه اليوم هو جزء من هذه الكارثة. يعني لو كان هنالك تلاحم مجتمعي عراقي ما وصلنا إلى هذه الحالة. يعني دعنا من عملية سياسية، عملية سياسية نتاج محتل، عملية سياسية باطلة، عملية سياسية ميليشياوية، عملية هذه صارت محفوظة. أين دور الشعب؟ يعني المنظرون للثورات يقولون إن من أسباب فشل الثورات هم المنتفعون والموظفون. الموظف العراقي اليوم حينما يقطع منه الراتب مثلا لشهرين فقط، سترى خلال أيام أن الموظفين سيدخلون إلى صفوف المتظاهرين. لماذا؟ لأن النار وصلت لهم. أما قبل ذلك فهم لا يفكرون بالمهجرين، لا يفكرون بالمطاردين، لا يفكرون بالمظلومين، وأنا أتحدث عن غالبية لا أتحدث عن الجميع. هنالك من الموظفين من هم يمتلكون الحب والغيرة، على أنا أتكلم عن الأغلبية، وبالتالي نحن بحاجة إلى تلاحم مجتمعي. النار التي تمس سين يفترض بصاد أن يشعر بها، أما أن سين يعني يتعذب بالنار وصاد لا يهمه الأمر، هنا كارثة. هذا يعني أن العراق لفئة معينة، وحينما يتغير الأمر في العراق وتأتي حكومة وطنية وتنشر الخير والسلام، سين وصاد يريدون نفس الحقوق. هذا أمر غريب، وبالتالي يفترض أن نتلاحم سنة وشيعة من أبناء المدينة واحدة، الجميع يتلاحمون، الجميع يتكاتفون من أجل أن يتناصروا، وإلا ثق. هنالك مثل يقول أكلت يوم، يعني من خلال كلامكم دكتور أن لو يعني يتطلب التلاحم المجتمعي من أجل الوقوف بوجه هذه التحديات والمشكلات، بوجه كل المخططات السياسية والعسكرية والأمنية. تخيل أننا حتى على مستوى التفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي هنالك خوف. لماذا هذا الخوف؟ يعني هذا حتى الخوف يتناقض مع الإيمان أستاذ سمير. يعني حينما نعرف ونؤمن كيقين، ونحن مسلمين في الغالب، يعني أن الرزاق هو الله، وأن النافع هو الله، وأن الضار هو الله، هذا يعني أنك يفترض أن لا تخاف من البشر. أما أنك تخاف من البشر أكثر من خوفك من الله، فهذه مسألة حقيقة بحاجة إلى إعادة تنظيم فكري وعقائدي، و يعني ترتيب لبنية المجتمع من جديد عبر برنامج وطني وإعلامي كبير يقود بالنتيجة إلى إعادة إنعاش الوعي الشعبي من أجل الوصول إلى مرحلة الثورة الشعبية في العراق. أما أنك ترى
من يملكون ملايين ولا يعني يجرؤون على صرف دراهم معدودة، كيف تقارنهم بصاحب عربة شاهدناه قبل أيام، عربة لبيع المياه، يأتي إلى ساحة التحرير ويقول هذه العربة، هو شاب لا يملك غير هذه العربة، وهي قوت يوم، يقول لشباب التحرير هذه لكم اشربوا الماء هنيئا مريئا. وبالتالي لاحظ أن درهم سبق 1000 درهم، عليه نحن بحاجة إلى إعادة الوعي الشعبي. أما أننا ندور في ذات الدوامة أستاذ سمير، يبقى المشروع هو نعم يبقى المشروع، طالما هنالك من لا يقول للظالم قف فلا أعتقد أن الأمور ستتغير وأن العراق سيبقى على هذا الحال حتى لو بعد 100 سنة. واضح دكتور جاسم. أستاذ إيناس زايد، يعني أثمة يعني نشاط أو أنشطة للحقوقيين العرب لنصرة هؤلاء المظلومين في العراق النازحين الذين يمنعوا من العودة لمناطقهم ويتم مطاردتهم واقتحام مخيماتهم التي يصفها كثير من رآها بأنها أشبه بمعتقلات، يتم اقتحامها واعتقالهم وتعذيبهم وتغييبهم قسريا. يعني هل هناك أي أنشطة في هذا المجال من قبل الحقوقيين العرب وكذلك الحقوقيين الأجانب؟ نعم بالتأكيد، يعني هناك من يهتم للشأن العراقي ولشأن الإنسان في العراق، وهناك من الناشطين والحقوقيين وأيضا من منظمات المجتمع المدني التي تدعم يعني قضية هؤلاء، ويعني تثار في المحافل الدولية دائما وفي أيضا مجلس حقوق الإنسان في الدورات التي يتم استعراض حالة حقوق الإنسان في العالم فيها. لذلك نعم، فهناك من الجهود التي يعني تهتم وتدعم هذه القضية، ولكن نحن نقول بأن هذه الجهود يجب أن تتكاتف وأن تنتج عنها يعني تغيير على أرض الواقع. هناك يجب أن يكون هناك تحرك فعلي، يجب أن هناك يكون هناك وسيلة ضغط على يعني الحكومة العراقية، ويعني مع اتفاقي بجانب كبير مما أورده الأستاذ عبد القادر إلى أنه مسألة الأمم المتحدة هي خيار ولا يمكن إلغائها كخيار. أي نعم، قد تكون ممثلة الأمم المتحدة في العراق لم تقم بواجبها على الوجه المطلوب أو في سبيل إنصاف يعني الضحايا والمظلومين، ولكن الأمم المتحدة هي مؤسسة وهي يعني لها آليات ولها فروع، ويجب أن يتم استثمار يعني هذه الوسيلة وليس استبعادها من وجهة نظري، خاصة عندما نتحدث عن أوضاع مأساوية تتزايد يوما بعد يوم. ويعني كما تفضل دكتور سمير، يعني الأماكن التي يتواجد فيها الآن النازحون هي أماكن أشبه بالمعتقلات، عندما نتحدث عن المدة الزمنية التي مكث فيها هؤلاء، نحن نتحدث عن 6 سنوات اليوم، ولكن عند الصمت عن هذه القضية ستزيد هذه الـ6 سنوات أيضا سنوات أخرى. وعندما يعني عامل الوقت هو ليس عامل فقط يعني يتم عده، هو يؤثر بشكل أساسي على الأجيال القادمة، يعني الأطفال الذين يعني اليوم يعيشون في تلك الأماكن، يعني إن استمرت الحالة المأساوية سينشؤون على فكرة الظلم والاضطهاد، وأيضا سيكون لديهم يعني روح انتقامية، وأيضا روح لن تكون منتجة بالطريقة التي يمكن أن يتم تصورها من أجل جيل كامل. لذلك فآثار وعواقب هذه المرحلة سوف تظهر للعالم بعد حين، وسوف تظهر يعني في وقت قريب، وسوف يكون هناك يعني صعوبة أكبر في معالجتها من حيث المبدأ، لأن الأمر سيصبح متجذرا وسيصبح بمثابة الوضع الطبيعي لهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق. لا يمكن أبدا الصمت عن هذه الكارثة الإنسانية حتى وإن توالت يعني الكوارث الإنسانية في العالم العربي، ولكن هذه أهم هذه الكوارث ويجب أن يتم الإشارة إليها دائما وتكاتف الجهود بشأنها. شكرا لك يا أستاذ إيناس. أستاذ عبد القادر النايل، الأموال مخصصة للنازحين ذهبت أدراج الرياح إلى جيوب الفاسدين، هناك أيضا الكثير من ملفات الفساد فيما يخص ملف النازحين، هل ترى أن هذا المشروع هو أيضا من عوامل ديمومته هي استمرار دوامة الفساد ومليارات الدولارات التي تذهب إلى جيوب الفاسدين؟ من المؤكد تماما أنه عملية التربح على حساب النازحين كانت واضحة تماما، وهناك خطوتين أساسيتين في عملية التربح. أولا السرقات المتقاسمة بين الأحزاب السلطة
وبين ما يسمى بممثلي هذه المحافظات الذين هم لا يمثلون. يعني لا يمكن أن نختزل 16 مليون ونصف من العرب السنة في 80 نائب هم انتدبوا وزوروا الانتخابات فدخلوها. لذلك هؤلاء حقيقة جزء كبير من المشكلة، لأنهم فقدوا مروءتهم ولأنهم الآن يتصرفون على حسابات المعاناة. لذلك إحدى هذه القضايا محافظ الأنبار يرفض عودة النازحين الذين هم موجودين داخل المحافظة، وتعلم تماما أنه في الأنبار هناك قضية عشائرية، أنه الذي لا يملك بيت يعني أعمامه وأقربائه يمكن أن يوفروا له بيتا إلى أن تنتهي الأزمة. هناك لا زال هذا التكاتف كبير بين أبناء المجتمعات، لكن السلطات مع دعم الميليشيات يرفضون، والواجهة محافظ الأنبار يرفض أن تعود أن يعود هؤلاء النازحون، ويصرح عبر بعض وسائل الإعلام على أن هؤلاء ربما أن أحد أفراد عائلتهم كان منتمي أو مشتبه به مع داعش، وربما الآخر معتقل، بالتالي يريد أن يعاقب العائلة بالكامل فلا يسمح لها بالعودة. السبب الحقيقي الذي أنا حقيقة أريد أن أثيره هنا هو لأن هناك توصية من محمد الحلبوسي رئيس البرلمان إلى محافظ الأنبار بعدم عودة مخيمات العامرية والسياحية والحبانية لقضيتين، وهذا طبعا ينعكس على جميع المحافظات في الموصل وصلاح الدين وغيره. القضية الأولى هو أن هناك أموالا تؤتى ربما من منظمات من الخارج وتريد إيصالها بطريقة رسمية فهم يسرقونها، وأتحدى حكومة مركزا أو حكومات محلية أنها قدمت أموالا أو مساعدات لخيم وعوائل النازحين في الخيام، بل أنها لم تبحث مسألة تعليم الأطفال. اليوم نتكلم عن جيل ولد في المخيمات والآن عمره 6 سنوات لا يجيد القراءة، وجيل عمره 6 سنوات الآن عمره 12 سنة ولا يقرأ ولا يكتب. هناك مشكلة حقيقية. والخطوة الثانية وهي الأساسية أنهم لا يسمع بعودتهم خلال هذه الفترة حتى إذا حدثت انتخابات يمكن تزوير إرادة النازحين، وبالتالي تعبئة فنادق الانتخابات باسمهم حتى يعودون كما زوروها سابقا في الانتخابات الماضية واستحصلوا على مقاعد. وهذا يعكس في نينوى، في صلاح الدين، في الديالة، حتى في بغداد وحزامها. لذلك حقيقة المشكلة بهؤلاء الذين فقدوا مروءتهم وبأنهم أصبحوا أدوات للميليشيات يقدمون هذه الخدمات حتى يتم بقائهم في مناصبهم الذي يستحوذون فقط على المال بدون قرار سياسي. وألا أنت أشرت إلى قضية مهمة تماما، هؤلاء الذين يدعون أنهم شركاء بالعملية السياسية ورئيسهم محمد الحلبوسي في البرلمان لم يستطيعوا أن يفرضوا على الكاظمي ضابطا واحدا من السنة في هيكلية الجيش الجديدة، اختارهم كلهم من حزب الدعوة. على هذا الأساس نعم نحن نقول أنه ينبغي أن يتداعى موقف الأمم المتحدة، وهنا أنا أحيي كل منظمات العرب الحقوقية وكذلك دور بعض المنظمات الدولية، لكن نريد دورا أكبر للأمم المتحدة على عكس بعثتها الموجودة في العراق، ولا يمكن أن نهمل دورهم. نحن ندعم بهذا الاتجاه، وعلينا حقيقة أن نوحد الجهود أكثر من أجل قضية النازحين لأنها قضية عادلة وينبغي على الجميع أن يتداعى إليها. طيب أخيرا أستاذ دكتور جاسم الشمري، هل تتوقع أن تتحرك ربما المحاكم الدولية تجاه ما يجري من انتهاكات ضد النازحين في العراق؟ نعم، يعني فقط أشير على عجالة بنقاط سريعة على ما يمكن أن نأمله أن يكون في العراق. تذكر أنه قبل أيام وزير الدفاع اتهم وزير الدفاع في العراق جمعة عناد اتهم المناطق الغربية بأنها حواضا لداعش. بالضبط. نعم. ورأيت أن حملة بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت وزير الدفاع للذهاب إلى الأنبار والاعتذار من أهالي الأنبار. هذا نوع من الإصرار الشعبي قاد الحكومة إلى الاعتذار، وبالتالي لكل فعل هنالك رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه. وبالتالي أنا أعتقد أننا يفترض أن ننظر إننا قوة قادرة على التغيير. أما قضية الاستسلام والخنوع والقبول بالواقع فهذه حالة سلبية لا تقود إلى تغيير واقع. الموظفون الذين يملكون اليوم رواتبهم ربما بعد 6 أشهر لن يجدوا حتى هذه الرواتب، وعليه أنا أعتقد يفترض بنا جميعا أن نتلاحم. هذا الطفل العراقي الذي يقف في هذه الصور المؤلمة
من أجل الحصول على قطعة من الثلج، لا أعتقد أن هذا الطفل يمكن أن يكون عالما أو ضابطا أو معلما أو فيلسوفا. هذا سيكون أميا لا يمكن أن يخدم العراق بأي حال من الأحوال. وبالتالي المسؤول هو الدولة بالدرجة الأولى، والمجتمع بعموم المجتمع بالدرجة الثانية. وعليه أعتقد أن قضية النازحين قضية كبيرة لا يمكن التقليل من شأنها، لكن هنالك كوارث كبرى في العراق لا نريد أن يعني نتجاهلها. هنالك قضية المعتقلون عبر المادة 4 إرهابهم لحد الآن في داخل السجون الحكومية. هنالك المظلومون الذين حكم عليهم بالإعدام ظلما ونفذ بحق 11 شخصا منهم قبل أيام بعد أن أطلق سراحهم تم قتلهم في السجون في الجنوب. أيضا المغيبون الذين لا نعرف أين هم الآن، ويفترض بالحكومة أن تسعى لإيجاد حقيقة هؤلاء، هل هم قتلوا، هل هم في معتقلات يعني سرية. وبالتالي أرى أننا كعراقيين يفترض أن نتلاحم من أجل أن نعيد الحياة للعراق، بعيدا عن العملية السياسية، بعيدا عن المتاجرين بالدين، بعيدا عن المتاجرين بالطائفة، بعيدا عن المتاجرين بالمظلومية. نعمل كمواطنين، ندعم المظاهرات الموجودة في شوارع الجنوب وبغداد، ولا نسعى إلى التخريب، ولا نسعى إلى ضرب المقار الحكومية، لأنها ملك للشعب العراقي. يجب أن نتكاتف، يجب أن نقف مع الثورة، يجب أن نقف مع الثورة ولو بقنينة ماء. وبالتالي هذا التلاحم الشعبي العراقي سيقود حتما غدا أو بعد غد إلى نتيجة كبيرة، وهي أن الذين في الحكم سيجبرون على أن يخرجوا القتلة والمجرمين من بينهم وتقديمهم إلى محاكمة، ومن ثم ربما نذهب إلى عملية سياسية عادلة بعيدا عن القتلة والمجرمين. وإلا فإن السكوت لا يمكن أن يغير من المعادلة أي شيء. الشعب هو القوة الدافعة، الشعب هو مصدر القوة الحقيقية في كل أرجاء الدنيا. لا توجد ثورة قام بها الجن ولا قامت بها الشياطين، الثورات تقوم بها الشعوب. شكرا لك دكتور جاسم الشمري، ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي. ونشكر أيضا شكرا جزيلا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، نشكرك شكرا جزيلا. وشكرا لك شكرا جزيلا أيضا الحقوقية والناشطة في حقوق الإنسان الأستاذة إيناس زايد معنا عبر سكايب من عمان. شكرا لضيوفي الكرام، وكنا وهذه التغطية الخاصة بمعاناة النازحين في المناطق المتضررة والمستمرة منذ سنوات. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.